السياسي أصبحنا في 70 حزب. المستوى قانون الأحزاب، الأحزاب السياسية أصبحنا في 70 حزب. المستوى قانون الإعلام في تعددية إعلامية، أنها تعود إلى الساحة وأن لا تترك الجمهور الأصولي. الحمد لله بمساهمتنا ومساهمة كل الوطنيين. بعد ذلك في 2002 وقع نوع من مثل مع قدوم إصلاحات في قام بها سيطرة الجمهورية مع بداية سياسي أو سياسي. والحمد لله بعد ما الأحزاب، الأحزاب السياسية أصبحنا في 70 حزب. محتاجين أن نبدي علاقات جديدة في التضامن، ونتكلم على دور المنتخبين. احنا على استعداد من خلال المنتخبين المحليين اللي عندنا أننا نقيم علاقات توأمة مع المنتخبين أو مع البلديات أو مع الأطر الإدارية الموجودة في لدى الإخوان في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نتكلم كذلك على توطيد العلاقات بين طلبة الحزب ونساء والطلبة الصحراويين سواء المقيمين هنا عندنا في الجزائر في الجامعات أو حتى طلبة في المخيمات الأخرى. نتكلم على التبادل على مستوى الأطر السياسية والتكوين. نتكلم على دور أكثر في المجال الإبداع الطرق التضامنية للمجتمع المدني وللإعلام ولمسؤولين على أو منشطين العمل الفني في بلادنا. ونتكلم كذلك على إشراك الجالية، لأنه هو يماطل ويضيع الوقت، وهذا الاجتماع كان واحدة من أهدافه أنه ما يضيع الوقت وأنه يشتغل وأنه تضمن خطوات عملية حتى إذا وصل موعد أكتوبر الذي حدد في 6 أشهر يكون ضمن أن تكون هناك نتيجة، وعلى الأقل النتيجة هو ضمان أنهم الأطراف خلاص التزموا بجلسة جلسة الخامسة لإجراء مفاوضات. وهذا ما يؤلم النظام المغربي ويتهرب منه، لأن المفاوضات إذا كانت ستجري فبين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وهذا ما يرفض النظام المغربي.